طيب تعال نشوف بقى المجموعه الاولى، مجموعه اعتقد مجموعه ناريه طبعا بتضم المان سيتي، باريس سان جيرمان، لايبزيج، وبروج. تعالوا نشوف مع حضراتكم النتائج، نتائج الجوله الاولى من المجموعه الاولى. وزي ما بقول لحضراتكم مجموعه قويه جدا، يعني طبعا السيتي يعني من المرشحين الكبار، لكن كمان لايبزيج موجود، بيتكلم على باريس سان جيرمان. فالنتائج يعني طبعا يمكن نتيجه المان سيتي طبعا 6-3 على لايبزيج الالماني، وطبعا التعادل كلوب بروج البلجيكي 1-1 مع باريس سان جيرمان. محمد، شفت العدد الكبير جدا من الاهداف في مباراه المان سيتي مع لايبزيج، شفتها ازاي؟ هل المباراه يعني لايبزيج ما تعاملش مع المباراه بحكمه شويه، فتح خطوطه بشكل كامل؟ هل قوه المان سيتي وتاثيرها وخاصه على الجانب الهجومي قادره على اكتساح اي فريق قدامها؟ أنا شايف إن لايبزيج بيعاني الفترة الأخيرة بشكل كبير. البايرن ميونخ في ألمانيا هناك في البوندس ليجا نقدر نقول هو سلب السلاح والذخيرة من لايبزيج. يعني خد ناجلس مان المدرب، يعني ذا بيستر في آخر ترانسفير في الترانسفير مارك، ذا بيستر خط وسط قوي جدا للايبزيج، تم الانضمام لبايرن ميونخ. طبعا أوباميكانو في خط الدفاع. لايبزيج أصبح عاري تكتيكيا وفنيا. الجميل في لايبزيج هنا والظهور الرائع لكريستوفر انكو، الراجل احرز اول هاتريك في المان سيتي. وهنا المباراه كابتن هاني حابين نقول ان مع احراز اهداف كثيره، 9 اهداف وست اهداف من المان سيتي، ولكن استقبل 3 اهداف من لايبزيج. لايبزيج عنده 3 خساير في البونس ليجا وتعادل، ودلوقتي يعني مسكين. اخر مباراه قبل لقائه مع مان سيتي كان مع امام البايرن ميونخ، كان نتيجه قويه 4-1. ظهور كبير لكريستوفر انكو، 3 اهداف. 3 اهداف طبعا، هو الهاتريك. يعني انا شايف ان هو كان السبب من وجهه نظري للقطه اللي شفناها يعني التعنيف او الطريقه اللي اتكلم بيها البيب جوارديولا مع محرز، لان التصريح طلع قال انا كنا بنتكلم، كنا متفقين على بعض الامور التكتيكيه، سواء كان على اللعب على المركزيه ولا مركزيه. انا شفت ان كريستوفر انكوكو هو السبب في ان هو لعب على اللامركزيه، عمل دروب، عمل في المباراه بعض القلق للمان سيتي في خطوط المان سيتي، ده اللي جعل ان المباراه تكتيكيا قد تهرب بعض الشيء وسببت في احراز 3 اهداف من لايبزيج.